لسان حال هذا التيس يقول الأرض أرضي والزمان زمانية، وصباح الخير من مدينة غير، مدينة التلال السبعة. هذه المدينة صديقة للسحاب، بنيت على سفوح الجبال وعلى ضفاف الخلجان. ايش رايكم ننزل ونغوص في تفاصيل الفاتنة النرويجية بيرغن؟ الله الله، حاس نفسي اتجول في حديقة ما هو مدينة. يقولك الوان الزهور هنا تتبدل كل اسبوع حفاظا على نفسيات اهل المدينة. هذه البحيرة والنافورة من معالم بيرغن. امطرت السماء، هنا الجو يتبدل بالدقيقة. شوف السحب كيف نزلت. هذا القارب شكله من عصر الفايكينج. هذه منطقة وسط البلد، وهنا أهم معالم مدينة بيرغن. اسمها المنطقة التاريخية، تاريخية بيرغن. مجموعة من البيوت القديمة من القرن 18، تحتها محلات كانت تخدم صائدي الأسماك اللي يصيدون في الخليج ويرجعون لهذه المنطقة. داخل المنطقة التاريخية بيوت خشبية قديمة، والقانون في النرويج يمنع المساس أو التغيير في أي بناية بلغ عمرها 100 عام. فهذه مرممة فقط ترميم، لكن هي كما هي من 200 سنة تقريبا. مدينة أنيقة دمها خفيف. شوفوا هذه البناية التاريخية عمرها حوالي 145 سنة، مطعم ومقهى عالمي. مقابل لها برضو ماكدونالدز في بناية تاريخية. زرت غالبية مدن أوروبا، لكن بيرغن نمط العمران فيها مختلف، عجيب. الألوان، طريقة البناء. بعد الصلاة ما شاء الله الشيخ يوزع الحلويات على الأطفال. ما شاء الله تبارك الله. وبعدين ما شاء الله محتفلين كأنه عيد، وهذا مصداق لحديث المصطفى أن هذا يوم جعله عيدا للمسلمين. فيوم الجمعة هو عيد لنا. فما شاء الله شو بيجتمعون، وبعدين من كل الجنسيات، باكستان، اليمن، سوريا، يجمعهم رابط الدين. أنعم وأكرم في الجميع. نتقهوى في مكان مميز على الخليج. شدني هذا السطل العملاق، سألتهم قلت ايش قصته؟ قالوا هذا مصعد ايام زمان، نعبيه في السمك ونرفع السمك للدور اللي اعلى منه. بيرغن مقاهيها برضو مميزة مثل مبانيها. المقهى هذا شكله من ايام الفايكينج. بعض المدن كالبشر لها روح، وهذه المدينة لها روح جميلة. سميتها الفاتنة النرويجية بيرغن، مدينة تستحق أن تزار.